لأن المشهد واحد واحد. ما ترتكبه داعش ويرتكبه نتنياهو وتقول هذه الحثالة من اللفائف الضائعة التائهة المأجورة الموظفة المستعملة، واحد في نسيج واحد في حبل واحد يربط هؤلاء جميعا. طبعا لأن الدواعش قال لك قتال إسرائيل مش أولوية عنا. طبعا وين يكون أولوية؟ كيف أولوية عاد؟ من حط الخطة هذه كلها؟ طبعا وضعها لكي نذبح نحن، لكي يقتل كل عربي شريف، كل مسلم شريف. نرجع نشوف هالدواعش هذولا جاؤونا بالختان وتهديم الأضرحة، ها؟ طيب وبعدين وجاؤونا بطرد المسيحيين المساكين، مسيحيو العراق، وناس أوادم، أطباء، مهندسون، فلاسفة، كتاب، شعراء، وناس أوادم. والله لا دخل لهم المساكين لا من قريب ولا من بعيد في هذه الحرب الطائفية الدائرة في العراق. وقى الله العراق وكل بلاد الإسلام هذه الحروب الطائفية. وبرجع بذكركم من 20 سنة في البداية كنت أحذر منها، ليس كذلك؟ قسما بالله من 20 سنة كنت أقول لكم يا إخواني للشيعة مذهبهم ولنا مذهبنا، ما لناش علاقة بيهم، مش هدفي أنا أسنن الشيعة. يا أخي هو حر، أنا وإحنا بنقول اليهود والنصراني والمجوسي والملحد حر في دينه، الله قال لكم دينكم ليه دين. طب الشيعي من باب أولى، المسلم واحد حر يا أخي، وسيبني كمان أنا كسني حر أنا. سيب الجميع وما تلعبوش على إيه؟ على وتر الحرب الطائفية يا جماعة. قنابل كنت أقول في الهداية قبل 20 سنة كنت أقول لهم أنتم تزرعون قنابل موقوتة عما قليل ستتفجر فيكم، ستدمر عراقكم. ولا حدا فاهم، كلهم أفهم مني. أنت من أنت متحمس، أنت مش فاهم حاجة، كلكم فاهمين، أنا مش فاهم حاجة. ويلا فسر لي إيش اللي بيصير الآن، فسر. لا، وبدأ يرجع يقول مغفرة، توبة، توبة معرفية، توبة تحليلية تفسيرية، كنا غلطانين. انتبهوا، الحقوا، بادروا ببناء سدود تبادر هذا الطوفان اللعين. لا، لعبوا لعبة الاستقطاب الطائفي، أي ما دامها طائفية أنا أكبر طائفي، أنا سني وهابي مجنون، خلاص بدي أذبح الدنيا، وأنا شيعي كمان حصير مجنون زيك. إيش هو هذا؟ يومين خسران، كلكم خسرانون، أنا قلت قبل كلكم خسرانون، كلكم. ولذلك أنا بقول كل يوم العالم العربي إذا أراد أن يرفع شعاراً واحداً ينقذه من هول ما هو فيه، عارف إيش الشعار هذا؟ دعني وشأني، خليني في حالي، بس هذا شعارنا بصراحة، خليني في حالي، شايفني قرد ملحد زنديق، خليني في حالي يا سيدي. كيف أخليك؟ المنطق الداعشي ما بيخليك طبعاً. وعلى فكرة داعش مش شيء استثناء، لا 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 لا، داعش تجل لعين لفكر نخر هذه الأمة عبر عشرات السنين، فكر ضيق ملعون يحتكر الحقيقة، يرى أنه وكيل السماء الأوحد، جنسي، فتح لي جنسي، وكالة للسماء. دخلوا قبل أيام على مستشفى الدواعش هذولا، 5 مستشفى تعرفون إيه؟ لذوي يعني الإعاقات الخاصة والحاجات الخاصة، معاقين يعني. لقوا 5 مسيحيين غلابة شيوخ كبار في السن، أسلموا تسلموا، قالوا أسلمنا، أشهد أن لا إله إلا الله، حينذبحوا، فيش مكان يهربوا، ناس قاعدة. هذا الإسلام، تباً لهكذا فهم للإسلام، تباً لهذه الفهوم يا أخي الملعونة، عملة الاستعمار. طبعاً مقاتلة الجيش المصري أولوية عندك، طيب ومقاتلة من يذبحنا في غزة؟ مش أولوية، قلك مش أولوية عندي، مش أولوية. ويفهمنين هم عندهم تحليلات رهيبة، لأن الجيش خاين والحكومة خاين وهذا خاين وهذا خاين، مثل ما كان مبارك خاين وعمر سليمان خاين، والحين صاروا يبكوا على أي أيام مبارك، طلع الدواعش من جديد. أتوا بطرد المسيحيين من العراق، مسيحيون كما قلت لكم لا علاقة لهم لا من قريب ولا بعيد بهذه الحرب الطائفية المساكين أبدا، لم يزدوا إلا كل يد بيضاء إلى إخوانهم في الوطن أبدا، لم يسيئوا لأحد المساكين، لا إلى شيعي ولا إلى سني. وفي حالهم أجتهم داعش بأمر الله ورسوله، بأمر شرع الله، واضح أنه هذا برضو في نفس المنهج، في المنهج ذاته، لكي يجعلوا هذه الأمة من عند آخرها تكفر بهذا الدين. إيش رأيكم؟ والله العظيم في حرب يا أخوان على الإسلام، حرب دائرة ماكر جدا وذكية جدا، بقدر ذكاء هذه الحرب يقابلها المسلمون بغباء. إيش رأيكم؟ لا يناظرها في دهايا إلا غباء المسلمين، أحرقتهم الطائفية والمذهبية شيء لا يكاد يصدق. مباشرة وهجروا هؤلاء المسيحيين إلهم يا حرام حوالي 1500 سنة. إيش رأيكم؟ 30 كنيسة في الموصل، 30 كنيسة أحدها ترقى إلى 1500 سنة،
كله هذا خلاص. وإيش حيصير فيها إذا لم تفجر؟ هي لم تفجر قال لك، يكتب عليها نون، حرف نون، مش والقلم وما يسطرون والسيف وما يذبحون والقنابل وما يطردون ويهجرون. نون يعني نصارى، بذكرونا بالشعارات النازية، شفتوا؟ إيه نون بالأحمر. إيش نون؟ ملكية، بوفيرتي، ملكية نصرانية تؤول إلى الدواعش، إلى جند الله المجلوبين من خارج العراق لإقامة خلافة الله في العراق والشام. يتبّل لهكذا خلافة، يتبّل لهكذا جهاد. والمساكين ألوف ألوف اضطروا أن يهاجروا وأن يتركوا كنائسهم وأراضيهم وملكياتهم ومنازلهم في ليلة واحدة، وإلا فهو الذبح. بدك تبقى بتدفع الجزية تقريبا على ما أذكر 450 دولار شهريا. تخيل في العراق 450، والله في النمسا ما احنا دافعين هذه، صعب ندفع. من وين يا أخي؟ من وين يعني؟ هي هي معناها إيه؟ أحسن شيء اذهبوا وإلا ذبحتم من عندي آخركم. ألا يعلم هؤلاء الدواعش، طبعا هم سلفيون في نهاية المطاف، هم أفراخ السلفية، وحنتكلم اليوم عن السلفية بصراحة. الذين فرقوا لنا هؤلاء هم أصحاب العقلية السلفية، عقلية كافر مشرك مرتد مبتدع، حرام 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 حرام، حرموا كل شيء في الدنيا. هؤلاء هم المستنقع الوبيع الذي فرق لنا الدواعش، وعنده القدرة أن يفرق دواعش آخرين. انتبهوا، ما لم يطمر هذا المستنقع يجب أن ينتهي هذا الخطاب. هذه الطريقة في فهم الدين يا أخي، طريقة المطابقة. إما أن تتطابق معي 100% وإلا فأنت في أحسن الأحوال ضال وفاسق وهالك. أقول لها 100 مرة أنا بعرف وأنتم بتعرفوا، اللي بيقرأ بيعرف، الشيوخ من مشايخ السلفية الكبار يا سيدي، مش من أكبر شيوخ السلفية، لازم نكون واضحين، انتهى، ما عاد في مجاملات، أكبر شيوخ السلفية ورحمة الله على الجميع. حين يسأل عن الأشاعرة، من الأشاعرة؟ عشان نفهم، الأشاعرة إحنا الأشاعرة، الأمة الإسلامية كلها تقريبا أشاعرة وماتريدية، الأحناف كلهم ماتريدية، الشافعية كلهم أشاعرة، المالكية كلهم أشاعرة، خلاص. طب طريقة إيه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مين مخذ فيها؟ الحنابلة، مش كلهم يعني، معظم الحنابلة سموا طريقة السلف في العقيدة. أحرار يا سيدي، الله يهنيكم بطريقتكم، الله يهنيكم بشيخكم بطريقتكم فهمكم، بس اتركونا أحرارا. من أنتم؟ أنتم أقلية بالنسبة لنا. شو الحنابلة في العالم بالنسبة للشافعية والحنفية والمالكية؟ 5% بجوش 5%. وعليش أنتم إيه بتكفروا؟ ما كفروش هم، قال لك لا، الأشاعرة والماتريدية لا نقول إنهم كفار، بتمننوا علينا شيء مش معقول يا أخي، لا أقسم بالله لعنة، لا نقول إنهم كفار، ولكن هم مبتدعة ضلال. يا ساتر، يعني بيطلع واحد زي ابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي والإمام الفخر الرازي وأبو حامد الغزالي والإمام الشهرستاني والإمام النووي وأبو إسحاق الشيرازي، من؟ لبكرة مش هنخلص، نعدد لك إيه أسماء العلماء عندنا، الشافعية والمالكية والحنفية الماتريدية، تطلع كل هذول ضلال فساق؟ أنتم ما شاء الله يعني إيه جبريل أنتم؟ أنتم الناطقون باسم السماء يا أخي، تباً لهذه العقلية، كفى كفى، حلوا عنا، حلوا على الإسلام بهذه الطريقة يا أخي، ما عاد محتملاً هذا، اتركوا الإسلام وحده إذن، خليكم لحالكم. لا قال ضلال يا أخي، لا تتمنى، أنا لا أطلب حتى رأيك فيه، فك عني، حل عني، لكن هذا ما بفهم، ما بفهم بمثل هذه العقلية الحصرية الضيقة جداً.